بيقول بيت السبع ما بيخلى من العظام، تعرف شو القصة وراء لهذا المثل؟ لا والله. بيت السبع ما بيخلى من العظام انه دائما عنده مدخرات في البيت، نحن بنقول مدخرات يعني انه دائما عنده شيء ما بينقطع من الاكل نهائي نهائي نهائي. لا هلا القصة الأساسية ما بعرفها، بس يعني بتذكر انه لها علاقة بحاتم الطائي، وهي يعني بتعطي أمثال يعني لها عدة معاني. للأسف لا. السبب والله أنا سمعان فيه، بس تعالى تتذكر بيت السبع ما يخلى من العظام. والله هذا البيت السبع دائما بيبقى عنده منه عظام، يعني عنده أكل، عنده كل شيء، يعني هيك هيك بمعناتها بيت السبع ما بيخلى من العظام، ما بيخلى يعني عنده كل شيء. لا والله. ايمت تستخدمي طيب؟ وقت اللي بيكون في حدا بحاجتي وأنا ما يعني ما فيني أثر مع حدا، يعني الواحد لازم يخدم قد ما بيقدر، فمنقول بيت السبع ما بيخلى من العظام يعني بتكرم. بيروح بيطلب منه إنه بيلبيه، ما بيعرف قادر يلبيه. لا بستخدمه إنه إذا حدا طلب مني مساعدة مثلا وإنه أنا فيني أقدم له إياها، وحسسته إنه أنا ممكن أقدم له هاي المساعدة، أنا دائما بستعمله بهذا الظرف. ما بعرف بس شو قصته والله ما بعرف، مو سمعنا فيها. حدا يقصدك بشي ويكون مفكر إنه ما ممكن تخدمه، فأنت بتقول له بيت السبع ما بيخلى من العظام. يعني بيجي واحد بيشكي وبيبكي بقول له لك حاجة بقى، البيت السبع ما بيخلى من العظام، بنقول له إياها نحن عليهم. القصة ما فيها إنه ابن حاتم الطائي كان فقير وعايش معدم، وبيوم من الأيام زاره ضيف كان رفيق أبوه حاتم الطائي المعروف بأكرم العرب، فالابن قعد يفكر كيف بده يكرم ضيفه، خاصة إنه أبوه ما ورته شي، وحط إيده عراسه وضل عم يفكر حتى غلبه النعاس. ليقول له أبوه بالمنام تعال لعندي لتكرم ضيفك، وفعلا فاق وراح على قبر أبوه ليلاقي ناقة باركة على القبر، فأخذها وقدمها لضيفه. كرمال هيك بيقولوا بأنه حاتم الطائي أكرم ضيوفه وهو ميت، وهالمثل بينضرب لما يكون في شخص كريم جار عليه الزمن، فمثل بيت السبع يلي ما بيخلى أبداً من بقية عظام فريسته.